اللعب حلو برضه. طيب خلينا نبص نتكلم عن عبد الله السعيد. خلينا نشوف عبد الله السعيد. عبد الله السعيد وحشنا حميد، وحشنا جدا، اصابه طويله جدا. خلينا نشوف عبد الله فين. يمكن عبد الله يقال هيعمل طبعا اشعه الاسبوع الجاي يشوف رجله فيها ايه، لكن نسبه كبيره ممكن ما يلحقش نهائي الكونفدراليه. لكن خلينا نشوف عبد الله بيقول ايه في التقرير ده. عبد الله سعيد نجم النادي الاهلي والمنتخب المصري، في البدايه حابين نطمن جماهير الكره المصريه بصفه عامه وجماهير الاهلي بصفه خاصه عن اصابه عبد الله سعيد، وامتى هيرجع الملاعب مره ثانيه؟ فيش يعني، الحمد لله طبعا انا شغال دلوقتي في التاهيل، و يعني اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه اكون موجود مع الفرقه، بس على حسب ما يعني اكون جاهز. فانا شغال دلوقتي في التاهيل، واتمنى ان شاء الله ان انا يعني خلال اسبوعين كده ان شاء الله، لو يعني ما فيش الله لا يقدر اي حاجه، اكون موجود ان شاء الله في التدريبات باذن الله. هل بيتواصل عبد الله سعيد مع الخبير الالماني، وهل من الممكن ايضا ان تسافر المانيا للاطمئنان على حالتك قبل العوده للملاعب مره ثانيه؟ لا 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 خلاص، انا رجعت هم هناك يعني كان خلاص الموضوع تمام، رجعت هنا بكمل برنامج تاهيلي وشغال، وان شاء الله يعني قريب اكون موجود، ما فيش اي سفر ثاني ان شاء الله. الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الاسباني جريدو قال ان عبد الله سعيد سيلحق بمباراه سيوسبورت في نهائي الكونفدراليه. اتمنى والله اتمنى اكون موجود بكره مع الفرقه وسواد سعيد، على حسب يعني ان شاء الله وقت ما اكون جاهز واكون كويس ابقى موجود ان شاء الله مع الفريق. شايف شكل المنافسه في الدوري العام هتكون عامله ازاي السنه دي، خاصه ان الاهلي تاثر بغياب اثنين من نجومه هم عبد الله السعيد ومحمد ناجي جده؟ ما فيش والله، يعني المنافسة طبعا تبقى قوية، وإن شاء الله النادي الأهلي طبعا هو على طول نازل بيلعب على بطولة، الفرقة شغالة كويس طبعا، في غيابات موجودة ولاعيبة طبعا مؤثرة، بس يعني تعودنا على الغيابات دي وتعودنا إن احنا ازاي بنلعب يعني في ظل أي ظروف أي غيابات. الحمد لله الفرقة شغالة كويس، ويعني شايف يعني الأداء كويس الحمد لله، وبس توفيق في الفرص وكده، بس إن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله. تنتظر الأهلي مواجهة مصرية مع سيوسبورت في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، كيف ترى هذه المباراة؟ طبعا بطولة مهمة زي ما قلنا من بدايتها، إن مهمة بطولة جديدة ما يعني ما دخلتش مصر، ففيها دوافع كتير. طبعا ماتش مهم، ماتش نهائي، إن شاء الله نكون مركزين إن شاء الله ونقدر نجيب البطولة، تبقى بطولة مهمة موجوده في النادي الاهلي، وبطوله ان هي اول بطوله تخش فريق مصر يعني ان شاء الله. شايف ان مباراه مصر والسنغال مباراه ستحدد موقف مصر من الصعود لامم افريقيا بالمملكه المغربيه يناير المقبل؟ اكيد طبعا، ماتش السنغال وماتش تونس ماتشين مهمين، واتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى مركزين فيهم بشكل كويس ونقدر نكسبهم عشان نبقى موجودين في بطوله افريقيا ان شاء الله. زي ما الاهلي بيعاني من غيابات، المنتخب ايضا بيعاني من غيابات كثيره بسبب الاصابه، شايف فرصتنا ازاي في هذه المباراه؟ والله زي ما بقول لك يعني اهم حاجه ما تبصش على اي يعني ما نبصش اي حاجه ممكن تعوقنا او ممكن تاثر علينا، عندنا هدف ولازم بقى جوانا نروح ونحققه باللي موجودين ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله الموجودين التوفيق والتركيز العالي ان شاء الله، وروح ان شاء الله هدفنا الوصول ان شاء الله. هل في تواصل بين الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الوطني وعبد الله السعيد؟ يعني انا فتره كنت مش موجود يعني وكده، واتمنى ان شاء الله فتره بس ابقى سليم وانزل، ويعني الواحد يبقى لو يقدر يفيد المنتخب يقدر يفيد، فاتمنى ان شاء الله للجهاز واللعيبه ان شاء الله موجوده ماتشين صعبين دول يا رب يكرمهم ان شاء الله.